الاستقامة مضمونها وثمارها على الفرد والمجتمع. محاضرة للشيخ جميل الهاملي حفظه الله، والتي كانت في دار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن ذمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى العلي القدير الذي وفقني في هذه الليلة المباركة إلى زيارة آبائنا وإخواننا ومشايخنا في هذه المدينة الطيبة وفي هذه الدار المباركة العامرة بعلوم القرآن والسنة، وفي مقدمتهم مشايخنا الكرام الأفاضل حفظهم الله، الشيخ وهبان المودعي حفظه الله، والشيخ أحمد بن حسن حفظهم الله، وهكذا زرنا مشايخنا الشيخ عبد الله بن عثمان والشيخ عثمان السالمي حفظ الله الجميع، وهكذا الشيخ توفيق الشريفي بارك الله فيهم وفي جهودهم، وفي غيرهم من المشايخ بارك الله فيهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يبارك في شيخ هذا الدار الذي نفع الله به البلاد والعباد. فهذه الدار قد انتشر خيرها في اليمن وخارج اليمن، سواء بالخطابة أو بالمحاضرة أو بالتأليف أو غير ذلك من الأمور التي نفع الله بها وبشيخها البلاد والعباد. وأنتم أيها الإخوة أيها الحاضرون أيها الطلاب ثمرة عظيمة من ثمار هذه الدار. كم تخرج من طلاب علم ومن حفاظ ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أسأل أن يبارك فيه وفي جهوده وفي طلابه وفي هذه الدار، وأن يدفع عنا وعنه وعن جميع الدور كل سوء ومكروه وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم، وأن يصلحنا وإياهم ويثبتنا وإياهم على الحق المبين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كلمتي معكم في هذه الليلة المباركة هي عن موضوع نحتاجه جميعا، الرجال والنساء، الصغار والكبار، كل واحد منا بحاجة إلى هذا الأمر العظيم. كيف لا، ولا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا إذا اتصف بهذه الصفة العظيمة، ولا كرامة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذه الصفة العظيمة. إذا تحققت
في أفرادنا وفي مجتمعاتنا جاء الخير كله وصلحت البلاد والعباد. هذه الصفة أمر الله بها في كتابه الكريم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن استمر عليها في الدنيا وهكذا في الآخرة فهي الكرامة العظيمة الجزيلة للعبد إذا هو استمر عليها. هذه الصفة هي أعظم سبب لنجاتك من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا هي أعظم سبب لدخولك الجنة يا عبد الله، إنها الاستقامة ومضمونها وثمارها على الفرد والمجتمع. الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل أن يستقيم الناس على دينه سبحانه وتعالى، إلا من أجل أن يستقيم الناس على شرعه وعلى منهجه وعلى عبادته سبحانه وتعالى. فلهذا الله أمر بها أولا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: فلذلك فادع واستقم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم على شرعه جل جلاله، وهكذا من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام يستقيم كما استقام النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا عزة للعبد ولا كرامة له في الدنيا والآخرة إلا إذا استقام كما استقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة للعبد، أعظم كرامة للعبد هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة لك أيها المسلم، أيها العبد، أيها المؤمن، لزوم الاستقامة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على ذلك. فهذه من أعظم الكرامة لك أيها المسلم، وخاصة أيها الأخ، أيها الطالب، أيها المؤمن، وأنت في مثل هذه الدور وفي مثل هذه الأماكن الذي فيها تتعلم كتاب الله وتتعلم سنة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وتتعلم أمور دينك وتتمسك بدينك. فلذا يجب علينا أجمعين أن نستقيم على هذا الخير، أن نستقيم على هذا الخير حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. والاستقامة عرفها كثير من أهل العلم بتعاريف كثيرة، فمنهم من يقول هي لزوم الطاعة وترك المعصية، ومنهم من يقول هي لزوم شرع الله، شرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من غير اعوجاج عنه لا يمنة ولا يسرة، فتشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، كما قال الله في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أن شرعه ومنهجه سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم الذي من استقام عليه ومشى عليه وتمسك به
ظاهرا وباطنا، ولم يأخذ لا يمنة ولا يسرى بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه سيكون من المفلحين الناجين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. فلذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما، والمراد بصراطه في هذه الآية الكريمة هو دينه سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده، سواء كان فمنه الواجبات والفرائض والمستحبات، وهكذا من دينه سبحانه وتعالى ترك المنكرات والمحرمات والمنهيات التي نهى عنها ربنا في كتابه الكريم، وهكذا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما، أي ما فيه عجاج، ما فيه عجاج. من استقام على هذا الصراط المستقيم في الدنيا كان بإذن الله سبحانه وتعالى سيمشي بإذن الله على صراط الله الممدود على جهنم الذي من مشى عليه ونجا منه بإذن الله سيكون من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. فلذا أمة الإسلام يجب علينا معاشر المسلمين أن نستقيم على هذا الصراط في هذه الحياة الدنيا. ولذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم، في أعظم سورة في القرآن الكريم الذي لا صلاة لعبد إلا بأن يقرأ هذه السورة، إنها الفاتحة. فأنت في كل لحظة، في كل صلاتك، وفي كل ركعة من ركعاتك تدعو الله بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي أنعم الله عليهم هم النبيون، وهكذا أيضا النبيون والصالحون والشهداء وغير ذلك من المؤمنين. فمن تمسك بهذا الصراط نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه السبل التي على كل سبيل منها شيطان. فمن انحرف عن هذا الصراط والعياذ بالله وأخذ يمنة أو يسرح عن دين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تتخطفه الشبهات والفتن والشهوات، ولربما والعياذ بالله تخبط في ظلماتها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه ترك هذا الصراط المستقيم ولم يستقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام مبلغا للناس أجمعين، قال الله لمحمد: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس بأن الله تفضل عليه وهداه إلى هذا الأمر العظيم، وكذلك أيضا هداه إلى هذا الصراط المستقيم. قل للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هذا الصراط الذي هداك الله إليه يا رسول الله؟ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه صراط التوحيد، صراط الطاعة، صراط العبادة، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إذن أمة الإسلام، فالاستقامة على دين الله وعلى طاعة الله وعلى منهج الله إنها واجبة على الجميع. فمن استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن تمسك بصراط الله في هذه الحياة الدنيا، كان بإذن الله سبحانه وتعالى من الفائزين الناجين في الآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم ثمار الاستقامة للفرد وللمجتمع. فمن استقام على طاعة الله، على شرع الله، على كتاب الله، على سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من استقام في هذه الحياة الدنيا كما أراد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثماراً ثماراً يجتنيها في هذه الحياة الدنيا، وكذلك عند مماته، وكذلك يوم القيامة. هذه الثمار ترجع إلى العبد نفسه، وهكذا للمجتمع نفسه. فإن من استقام على طاعة الله فإن ثمار الاستقامة ترجع أولاً على العبد نفسه، فإن استقام فإن أثر الاستقامة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون عليه، ثم كذلك على الفرد والمجتمع. فمن أعظم تلكم الثمار أن الله سبحانه وتعالى يضع البركة للعباد، يضع الله البركة للعباد في النفس، في المال، في الأهل، في الأمطار، في الأرزاق. لماذا كثير من الناس يشكون من عدم البركة، يشكون من عدم البركة سواء في الأموال أو في الأولاد أو كذلك في الزوجات أو في الثمار أو في الأرض أو غير ذلك من الأموال؟ لماذا كثير من الناس يشكون من عدم البركة؟ لأن كثيرا منهم ما استقاموا على طاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فالله في هذه الآية الكريمة بيّن سبحانه وتعالى أنه من استقام على طاعة الله واتقى الله، واتقى الله في السراء والضراء، واتقى الله في السر والعلن، وقام بمنهج الله واستقام على طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على عليهم بركات من السماء وبركات من في الأرض، بركة في الأعمار، بركة في الأولاد، بركة في الثمار، بركة في الأموال. نعم أمة الإسلام، فلماذا كثير من الناس يشكون من عدم البركة وعندهم الاستقامة على فرائض الله؟ كيف تنزل البركة على كثير من المسلمين وكثير منهم مضيعون لدين الله سبحانه وتعالى؟ أين كثير من الناس؟ أين الذين يستقيمون على أعظم فريضة من فرائض الله؟ إنها الصلاة، إنها الصلاة. كثير من المسلمين يضيعون هذه الفريضة، يضيعون هذا الواجب. فيا لله، كم من أناس الآن ينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، وذاك فاتح لدكانه، وذاك في متجره، وذاك في مزرعته، وذاك في سوقه، وذاك في المقهى، وذاك في الشارع، وذاك يلعب، وذاك على الإنترنت، وذاك وذاك. يضيعون أعظم فريضة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشكون من عدم البركة. فأين الاستقامة على هذه الصلاة، على هذه الفريضة؟ إي والله، إنه لا نجاح ولا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا إذا استقام على فرائض الله، إلا إذا استقام على طاعة الله، إلا إذا استقام على الواجبات، إلا إذا استقام على الصلوات، هذه الصلوات التي فرضها الله على العباد في الليل والنهار. نعم معاشر المسلمين، إذن فهؤلاء
الذين لم يستقيموا على هذه الفرائض كيف تأتي عندهم البركة في أموالهم وفي أنفسهم وفي أبدانهم وفي أولادهم؟ نعم، أمة الإسلام لا تتأتى البركة فيهم ولا في أموالهم ولا في أنفسهم ولا في كذلك ثمارهم ولا في أي شيء في حياتهم، وهم يضيعون أعظم واجب وأعظم فريضة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذا ترى بيوتهم مملوءة بظلمات الذنوب والمعاصي، بظلمات الشرك والبدع والخرافات، تجد الذنوب والمعاصي، آلات الطرب، آلات الأغنية إلى غير ذلك، حلت محل طاعة الله، فحل الخسران، وكذلك أيضا حل الوبال على كل بيت، وارتفعت البركة من البيوت. نعم معاشر المسلمين، ويقول الله في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بيّن أن الناس لو استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى لأعطاهم الله الخير، وأنزل عليهم الخير من السماء، وأنبت عليهم الأرض، وجاءت الأرض ببركتها. كذلك معاشر المسلمين، ومن ثمار الاستقامة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد العبد الذي يستقيم على طاعة الله، يؤيده بملائكته سبحانه وتعالى، يعين هذا العبد على مرضات الله وعلى طاعة الله، ويحفظونه من أمر الله. فتجد ملائكة الرحمن يؤيدون هذا العبد، يكونون مع هذا العبد، يحفظون هذا العبد. كذلك أيضا ماذا يعينوه؟ على مرضات الله وعلى طاعة الله. يقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا هو الشاهد من هذه الثمار، أو من هذه الثمرة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن ملائكة الرحمن كانوا أولياء لعباد الرحمن الذين استقاموا على طاعة الله، استقاموا على منهج الله جل جلاله، لم يأخذوا لا يمنة ولا يسرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم في بداية الآية بيّن سبحانه وتعالى أن الذين يقولون ربنا الله كثير، لكن أين الذين استقاموا على طاعة الله؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالذين يقولون ربنا الله كثير، فمنهم اليهود والنصارى، كثير منهم يعترف بأن الله موجود، وهكذا كثير من المشركين وكثير من المسلمين، لكن أين الذين استقاموا على منهج الله، استقاموا على طاعة الله؟ قليل. تجد الذين استقاموا على دينه، استقاموا على طاعته، استقاموا على منهجه، استقاموا على كتابه، استقاموا على سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قليل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا أيضا من أعظم ثمار الاستقامة أن ملائكة الرحمن تتنزل على عباد الرحمن عند الاحتضار وعلى فراش الموت. حينئذ يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، على فراش الموت يتمنى المسلم، يتمنى الرجل والمرأة أنه كان من الصالحين، أنه كان من عباد الله المستقيمين، أنه كان في هذه الحياة الدنيا من المتمسكين بدين الله، لأنه عرف حقارة الدنيا، عرف كذلك أيضا حقيقة الدنيا، عرف أن الأعمال الصالحة هي غالية، عرف أنه لا نجاة في تلك اللحظة
إلا من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذا الذي يأتيه الموت والذي يكون على فراش الموت والذي يحتضر على فراش الموت يستحضر الأيام الماضية والأيام الخالية التي عاشها والتي كان فيها من ماذا؟ من الذين أعرضوا عن دين الله، حضرته الذنوب، جاءته الذنوب والسيئات، تذكر الماضي المظلم الذي كان يعمله في ماضيه لكن هذا العبد المؤمن المستقيم العبد الصالح إنه على فراش الموت يستبشر برضوان من الله، يستبشر بخير، فإن ملائكة الرحمن تقول لهذا الرجل ولتلك المرأة الذين لطالما استقاموا على طاعة الله وعاشوا في هذه الحياة الدنيا على مرضات الله، وكانوا في هذه الحياة الدنيا يقيمون فرائض الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما ستذهبون إليه، إنكم ستذهبون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم معاشر المؤمنين، فمن تفكر في الآخرة وتذكر الآخرة ما فيها من النعيم وتذكر الجنة وما فيها من النعيم، هانت عليه الدنيا بما فيها، هانت عليه الدنيا بما فيها، بل إنه يريد أن يكون من أهلها. فلذا تراه دائما وأبدا مستقيما في هذه الحياة على طاعة الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الجنة التي لطالما عاش المؤمن من أجلها، التي لطالما استقام على الفرائض من أجلها، التي لطالما صبر من أجلها، هذه الجنة التي لطالما من أجلها جاهد المجاهدون وصبر الصابرون وتصدق المتصدقون وبذل من أجلها الباذلون، من أجلها صبروا، من أجلها بذلوا، من أجلها ابتلوا، من أجلها احتسبوا، من أجلها أحسنوا. هذه الجنة التي هي مراد كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم يا معاشر المؤمنين، هذه الجنة التي من أجلها صلى المصلون، والتي من أجلها حافظ المحافظون على جوارحهم. فلذا ملائكة الرحمن تبشر عباد الرحمن الذين استقاموا على عبادة الرحمن في هذه الحياة الدنيا وهم على فراش الموت، تبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم معاشر المسلمين، لذا ينبغي لنا جميعا أن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونأتي إلى مفهوم الاستقامة، لأن كثيرا من الناس يفهم فهما خاطئا عن الاستقامة. يظن بعض المسلمين أن الاستقامة هي المحافظة على بعض الصلوات وترك بعض الصلوات، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء ويترك ما شاء ويفعل ما شاء. لا يا معاشر المؤمنين، يقول الإمام النووي رحمه الله: قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، هي لزوم طاعة الله حتى الممات، وترك الذنوب والمعاصي حتى الممات. هذه الاستقامة. ويقول ابن حجر رحمه الله: قال الاستقامة هي الفعل بالواجب وترك المحرم. وقال ابن رجب رحمه الله: قال والاستقامة اسم جامع فيشمل استقامة القلب واستقامة الجوارح. نعم، قال لأن القلب هو الملك
والجوارح هي الجنود، فإذا استقام الملك استقامت الجوارح. إذن فالاستقامة مفهوم عظيم، فأعظم ما يطالب بالاستقامة كما سمعت استقامة القلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إيمان لعبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا إيمان لعبد حتى يستقيم القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح. وكيف يستقيم القلب؟ كل واحد منا يفتش عن قلبه، يفتش عن قلبه، يستقيم على توحيد الله، يستقيم على طاعة الله، يخرج من قلبه الأمراض التي تنافي الاستقامة من حقد وحسد وغل ورياء وغير ذلك من الأمراض التي تكون في القلوب. يا معاشر المؤمنين، كل مسلم لا بد عليه أن يفتش عن قلبه. لا تأمل نفسك يا عبد الله، فالقلوب هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى استقامة القلب، ينظر سبحانه وتعالى إلى استقامة القلوب واستقامة الأعمال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وإنها القلب. فكل واحد منا لابد أن يفتش عن قلبه، هل قلبه مستقيم على توحيد الله، على طاعة الله، على مرضات الله، على المحبة لله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة المؤمنين؟ هل قلبه كذلك صحيح من الأمراض التي تنافي الاستقامة؟ صحيح من الحسد، صحيح كذلك من الرياء، صحيح من البغضاء والشحناء والتحاقد والتحاسد؟ كل واحد يفتش عن هذه الأمراض في قلبه، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لعبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اللسان، حتى يستقيم اللسان. فاللسان يستقيم، يستقيم على قراءة القرآن، على مرضاة الله، على الاستغفار، على ذكر الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنه لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، لأن اللسان هو المعبر والمترجم عما في القلوب، عما في الضمائر. فإن استقام اللسان استقامت بقية الجوارح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد يصبح والجوارح تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا. الجوارح تكفر اللسان، أي تخضع لهذه القطعة الصغيرة وتقول: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالجوارح، الجوارح اليدين، وهكذا القدمين، وهكذا البطن والعين والرأس والأذن، كل هذه الجوارح تذل وتخضع لهذه القطعة الصغيرة وتقول: أيها اللسان، أيتها هذه القطعة الصغيرة، اتق الله فينا، راقب الله فينا، فإنا نحن بك، إن استقمت استقمنا، إن استقمت على طاعة الله استقمنا بإذن الله، ونجينا في الدنيا والآخرة، نجينا في الدنيا من الفتن والمصائب. لأنه إذا لم يستقم الإنسان اللسان على طاعة الله، لربما كلمة واحدة أهوت فيه في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، هذا في الآخرة. ولربما كلمة واحدة
تؤدي بصاحبها في الدنيا إلى الهاوية، ربما كانت سبب في ماذا؟ في انتهاك عرضه أو ماله أو غير ذلك. هذا إذا لم يستقم لسانه، إذا لم تستقم هذه القطعة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الجوارح كلها تخضع لهذه القطعة، وتقول اتق الله فينا، فإنا نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أي إذا أخذ اللسان يمنة ويسرة سب وشتم ولعن، ولربما والعياذ بالله كانت كل الجوارح في النار بسبب هذه القطعة الصغيرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حفظ لسانه واستقام لسانه على طاعة الله سبحانه وتعالى، على قراءة القرآن، على الاستغفار والتسبيح والتهليل، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجت بإذن الله جميع الجوارح من عذاب الله. وإن لم تستقم هذه القطعة بأن تعدت ما حرم الله، بأن لعنت، ولعن المؤمن كقتله، لا تناعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وكذلك أيضا تعدت ووقعت في أعراض المسلمين، وسبت المسلمين، واستهزأت بالمسلمين، واغتابت المسلمين، وكذلك نمت على المسلمين، والعياذ بالله كانت لربما في النار، والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، ما يتبين فيها، يظن أنها صغيرة، كما يقول بعض الناس هي كلمة صغيرة أخذت الريح، إما أن يغتاب أخاه المسلم ويقع في عرضه، إما أو يسب أخاه المسلم، أو يلعن أخاه المسلم، أو يلمس أخاه المسلم، أو ينم على أخيه المسلم. المهم كما يقول بعض الناس إنها كلمة صغيرة أخذت الريح، ولم يدري هذا المسكين، ولم يعرف هذا المسكين أن كل كلمة صغيرة أو كبيرة، كما قال الله في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال الله في كتابه الكريم: أحصاه الله ونسوه. فالله سبحانه وتعالى يحصي كل كلمة وكل فعل في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله في كتابه الكريم. فلذا على كل عبد منا أن يراقب الله في لسانه، أن يراقب الله في هذه القطعة، وأن تستقيم على طاعة الله. إذا استقامت يا عبد الله هذه القطعة، والله إنها ترفعك في الدنيا والآخرة، ترفعك في الدنيا والآخرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الدنيا والآخرة. بعكس ذلك كما سمعت: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذه الكلمة التي لا تلقي لها بال، لا تلقي لها بال، ولا تظن يا عبد الله أنها ستوردك هذا المورد العظيم يوم القيامة. فانظروا يا معاشر المؤمنين إلى هذه القطعة الصغيرة، إذا لم نحافظ عليها، إذا لم تستقم على طاعة الله، فلربما كانت يا عبد الله يوم القيامة وبال عليك. كيف يا عبد الله تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بصلاة وصيام وحج وعمرة. فلا تغتر يا عبد الله بهذه الأعمال، لا تغتر بهذه الأعمال، لربما كلمة واحدة تكلمت بها من سخط الله تجعل هذه الأعمال هباء منثورا، هباء منثورا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذاك الرجل الذي قال لصاحبه، وهو كان دائما وأبدا ما ينصحه عندما أن يراه على ذنب فيقول: اتق الله،
فيوم من الأيام قال إليك عني إليك عني، فقال ذاكم الرجل الذي كان ينصح أخاه قال والله لا يغفر الله لك لا يغفر الله لك. ظن هذا المسكين وتألى على الله واغتر بعمله واغتر بطاعته وقال لهذا والله لا يغفر الله لك كلمة، وربما قالها ربما قالها عن دين وعن كذلك حب وعن حب لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن انظروا قال الله قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك. انظروا يا معاشر المؤمنين، فقد غفرت له وأحبطت عملك دليل على أن هذا الرجل عنده أعمال صالحة عنده أعمال طيبة، لأن الرسول قال في هذا الحديث عن ربه سبحانه وتعالى فقد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال في هذا الرجل قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه أوبقت عليه دنياه وأخراه فوا أسفاه فوا حسرتاه. يا عباد الله، عندما أن يأتي العبد يوم القيامة وبصلاة وصيام وحج وعمرة ثم يأتي وقد نسفت هذه القطعة الصغيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا متاع من لا دينار له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، يأتي بحسنات كبيرة، يأتي بحسنات عظيمة، يأتي بصلاة ويأتي بصيام ويأتي بحج ويأتي بعمرة ويأتي بغير ذلك من الأعمال التي تبيض الوجه يوم القيامة، إلا أن هذه القطعة التي ما استقامت على طاعة الله ما استقامت على مرضاة الله بل كانت تفري في أعراض المسلمين بل كانت تفري في أعراض المسلمين كذلك بقية الجوارح لم تستقم على طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فانظر يا عبد الله، فإنها حسرة، أيما حسرة عندما ترى أعمالك التي لطالما تعبت من أجلها التي لطالما جاهدت من أجلها التي لطالما صبرت من أجلها، صبرت على الصلوات، صبرت على الشدائد، صبرت على الفقر، صبرت على الابتلاء، صبرت على كل حسنة في هذه الحياة الدنيا لأجل أن تكون نجاة لك يوم القيامة، ولكنك تراها يوم القيامة تذهب عنك يمنة ويسرة تأخذ عنك يمينة ويسرة وأنت تنظر بأم عينيك وهذا يأتي يأخذ كذا كذا من حسناتك بقدر مظلمته وهذا يأتي يأخذ كذا كذا بماذا بقدر مظلمته، هذا شتمته، هذا وقعت في عرضه، هذا أخذت ماله، هذا سفكت دمه، هذا وعملت له كذا وكذا، فهذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ وأنت تراها أمام عينيك يا عبد الله. نعم يا معاشر المؤمنين، أنت ربما في الدنيا تحافظ على مالك، إذا جاء أحد يأخذ 10,000 أو 100,000 ما تستطيع أنت أن ماذا أن تعطيه إذا أراد أن يأخذها بالغصب والقوة، لربما قاتلت وربما فعلت من أجل شيء من حطام الدنيا وربما هي فانية في هذه الحياة الدنيا، لكن يا عبد الله حافظ على هذه الحسنات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا فنيت حسناته، انظروا معاشر الأحبة، هذا اللسان إذا لم يستقم على طاعة الله فإن فنيت حسناته بقيت حقوق عند الآخرين، عنده حقوق، انتهت الحسنات وبقي عند الآخرين بقي له أو بقي له نعم عند الآخرين أو بقي عند الآخرين عنده حقوق لهؤلاء الذين ظلمهم أو اغتابهم. لا تظن يا عبد الله أن الأمر سهل، بعض الناس ربما اغتاب بلدة أو شعبا أو منطقة أو مدينة، كيف يأتي يوم القيامة بملايين من البشر ملايين من البشر، بعضهم ربما يسب شعبا كأن يقول شعب فلان كذاب
أو فالشعب فلان نصاب، أو من هذه الكلمات، أو كذا ملعونين إلى غير ذلك. كيف يأتي بيوم القيامة بهؤلاء الملايين يأخذون من حسناته؟ لا تظن أن الأمر سهل. فلذا يا معاشر المؤمنين، لا بد علينا أن نراقب الله وأن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بعد ذلك ماذا يعملون وقد فنيت حسنات هذا الرجل؟ ماذا يؤخذ من سيئاتهم، من ذنوبهم، من الكبائر والسيئات، سواء قطع للصلاة أو ترك ذلك، أو قطع ماذا للطرقات، أو كذلك غيبة ونميمة، ثم توضع عليه والعياذ بالله، ثم يهبى أو يرمى به إلى جهنم والعياذ بالله. فيا أمة الإسلام، الله الله في الاستقامة على طاعة الله، فاللسان يستقيم، والعينان تستقيم، واليدان تستقيم، والبطن تستقيم، فلا تدخل إلى بطنك ما حرم الله، ولا تبطش إلا في طاعة الله، ولا تأخذ أموال المسلمين عن طريق الحرام، إما عن طريق الرشوة أو الربا، وكذلك لا تمشي إلا في طاعة الله، وكذلك لا تنظر إلا في مرضات الله، ولا تسمع أذناك إلا في طاعة الله، ولا تسخر جميع جوارحك إلا في طاعة الله ومرضات الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عن الاستقامة، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته، وأن يثبتنا عليه حتى الممات. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي عزيز. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وراقدين وقاعدين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ورحمتك خير لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم هذا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وفي جهود شيخنا الفاضل وهبان حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.